يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قضاء ما يسمى بشهر العسل للزوجين ما حكمه من الناحية الشرعية؟ في أي مكان، إذا كان في داخل البلد إلى مكة أو إلى المدينة للعمرة، أو إلى بلد من بلاد داخل بلاد المسلمين، يروح من الرياض إلى بلد كذا من بلاد المملكة، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أما إذا كان يسافر للخارج ويروح للمسارح هناك، يروح هذا لا يجوز. السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا في ضوابط، وليس هذا منها. الأصل التحريم. نعم.